مساكم الله بالخير جميعا، رجعنا معاكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس، واليوم بإذن الله راح ناخذ مجموعة من الناس وراح نسألهم بعض الأسئلة. خلكم معانا وخلنا نروح ونشوف شنو كانت إجاباتهم. منو أفضل ممثل أو ممثلة في مصر من وجهة نظر؟ أحمد السقا. من زمان كان في ممثلة اسمها فردوس محمد، دي كانت أحسن واحدة تقدم دور الأم. عادل إمام. عادل إمام. عند أحمد السقا. أفضل ممثل أنا بفتخر به محمد رمضان. شنو الشيء اللي يعجبك فيه خلاك تميز عن الباقي؟ أفلامه كويسة، يعني فيلم زي بتاع جزيرة الشيطان رائع. تخليك إيه يعني تحس إنك عايش في الفيلم، يعني ما تحسش إنها بتمثل يعني. بس أعجبني تمثيله وكلامه وأسلوبه، يعني حاجة كويسة يعني. أحمد السقا بيعمل أفلامه كلها أكشن، فمش بيبقى مثلا جاي من برا يعمل حسب الدور اللي هو جاي عليه، لا بيفضل الأكشن بتاعه أحسن من الدور اللي هو شغال فيه. محمد رمضان بيوصف لنا حال مصر، حال الشارع في مصر، حال الوصف مصر، يعني الدنيا ماشية فعلا بالطريقة دي وبالوضع ده في مصر. عادل إمام طبعا كممثل كلنا بنتفرج على أفلامه كنوع من الكوميديا، كنوع من الضحكة برضو. عادل إمام له أسلوب، له طريقة معينة، حتى بتعرف يطلع الابتسامة والضحكة من جواك. إسماعيل ياسين الله يرحمه جيل قديم جدا، ممثل عظيم ونفتخر به، ممثل ممكن ما حصلش ولا هيحدث في التاريخ الحديث. فكل إنسان أو كل ممثل له أسلوب، له كاريزما بتربطنا بيه. شنو أفضل فيلم شفته في حياتك اللي لدرجة أن شفته يمكن مرة ومرتين وللحين ما مليت منه؟ البروسلي. إحنا بتوع الأوتوبيس بتاع عادل إمام وعبد المنعم مدبولي. تجربة الدنماركية مع عادل إمام. التايتانيك. فيلم أولاد رزق. أفضل فيلم شفته في حياتي ولا في النية أبقى، فيلم ده اتفرجت عليه في اسكندرية، في سينما اسكندرية، كان لأحمد أدم. اكتر فيلم حسيت باستمتاع وانا بتفرج عليه. شنو السبب اللي خلاك تختار هالفيلم؟ هو الفيلم ده جه لسان ينطق عن الشعب كله في وقت ما كانش حد يقدر يتكلم، كانش حد يقدر يقول مثلا ده في كذا وفي كذا، فجي طبعا الفيلم ده طلع اللي في قلوبنا كلها. ان بيجي فترات طويله وتبقى انت مش شوق ان انت ينزل عشان تتفرج عليه، يعني ممكن يقعد بالسنه ما يجيش. بيحترم اولاده وبيراعيهم يعني، ويتكلم معاهم ويسمعوا كلامه زي كده. بس قصة حقيقية بتدل مثلا يعني من حبيبته لحبيبة، حتى ضحى هو بنفسه علشان خاطره هي. أكتر فيلم كوميدي اتبسطت وأنا بتفرج عليه، استمتعت كمشاهد إن أنا بتفرج عليه، كان حتى الفيلم ده ربطني بأحمد أدم كممثل ما خدش فرصته في السينما المصرية بطريقة كويسة. بس يوم ما اتفرجت على الفيلم ده حسيت إن هو ممثل ذو كيان وذو طبيعة وممثل فكاهي لدرجة كبيرة جدا يعني. لو خيروك تمثل بوحدة من المسلسلات، شنو المسلسل اللي كان ودك تمثل فيه؟ ذهاب الجبل. رأفت الهجان طبعا. نجا عطين. خطوط حمراء. اضطر رأفت الهجان. اكثر من واحد قال نفس الإجابة. طبعا طبعا رأفت الهجان طبعا. شنو السبب اللي خلاك تختار بطل اسطوري مصري؟ ما كلنا يعني لحد النهارده بنجيبه على النت ونتفرج عليه، لحد النهارده 3 أجزاء ولا 4 أجزاء بنشوفهم يعني لحد النهارده، يعني كل واحد بيتمنى ان هو يبقى حاجه زي دي. طبعا لوطنيته واخلاص لوطنه وحبه لوطنه، نتمنى كلنا كمصريين نكون جزء من الكيان ده، وكلنا طبعا بتربطنا بمصر مشاعر وحب، نتمنى ان احنا نكون في مثل قدر هذا الانسان اللي ادى دور عظيم لبلده. فنتمنى ان احنا نكون عظماء زي الانسان اللي مثل بلده وعمل حاجه عظيمه زي دي. منو الممثل اللي تشوفه لو يبتعد عن التمثيل ويروح حق مجال ثاني يكون افضل له؟ محمد رمضان. انا ناسي اسمه بس انا ممكن اقول لك الفيلم اللي عمله، عمل فيلم اسمه المشخصاتي، جزئين. هو ده ممثل المفروض ما يمثلش ثاني يعني. هو مش ممثل، هو واحد يعني مسك رئيس نادي، فده اللي بصراحه مدمر الدنيا. مرتضى منصور. انا اسف يا استاذ خالد ابو النجا، انا مش بحب تمثيل. من افضل ممثل بالكويت من وجهه نظر؟ عبد الحسين عبد الرضا. ممثله العظيمه سعاد عبد الله. هي ممثله كويتيه بس صراحه ما انا مش عارف اسمها. ممثل الله يرحمه عليه رحمه الله عبد الحسين عبد الرضا. الاخت حياه الفهد، ممثل اجتماعي رهيب يعني، مسلسلاتها كلها بتحكي الحياه الكويتيه برضو، حاجة فوق الخيال يعني ما شاء الله عليه. منو أفضل ممثل سعودي من وجهة نظرك؟ أستاذ ناصر القصبي، أنا بحبه جدا وبحب تمثيله وبحب أسلوبه وبحب طريقته وبحب ضحكته وبحب كل حاجة فيه. ناصر القصبي. الممثل ناصر القصبي. أما بالنسبة للممثل السعودي أو الخليجي بقى عامة يعني، هو ناصر القصبي أشهر ممثل. طش ما طش دي بشوفها وأنا قد كده يعني،
ما شاء الله عليه يعني. حاليا في مباراة من أقوى المباريات بين الهلال والاتحاد، تتوقع من راح يفوز؟ الاتحاد. الهلال. الاتحاد. إن شاء الله أتوقع الهلال. شوفوا، وأنا كنت بشتغل زمان خطاط في السعودية، فجالي واحد كتب قال لي اكتب إيه يافطة كده، أكتب إن كان حب الاتحاد جريمة فليشهد التاريخ أني مجرما. فهو الاتحاد معروف إن هو الأهلي بتاع السعودية، حاجة أقوى فريق في السعودية الأهلي، الاتحاد طبعا. عدنان يمرر عدنان لكهرباء، خطيرة اتحادية، خطيرة للبولة، كرة تمر الآن عرضية داخل منطقة، خطيرة هلالية، إدواردو إدواردو